السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بسكرة لنقف على الأشغال تاع التهيئة تاع الحديقة العمومية المركزية لمدينة بسكرة، واللي تعتبر أكبر حديقة في مدينة بسكرة، واللي الأشغال حسب الصور عرفت يعني أشواط جد متقدمة وتقرب من النهاية نتاعها. إن شاء الله يكون لافينيسيون، يعني العمل المتقن يكون عند الموعد وعند حسن ظن المواطنين. اترككم تتابعون، والسلام عليكم. ديروا لي فيها طلب.